الهارب بيشوف الطاقة الجنسية بينه وبين توأمه ازاي؟ هل بيعترف بالموضوع ده؟ هل بيبقى فيه فعلا انجذاب وهو عارف دوت، وهو عارف انه مش قادر يسيطر على الشعور ده، ولا بيتجاهله زي ما بيتجاهل حبه ومش عايز يعترف بيه؟ موضوع مهم قوي، انا شايفة ان احنا محتاجين نتكلم فيه. معاكم روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، مهم قوي. مش عارفة ليه حاسة كده احساس يعني، بس مش متأكدة، ان التفاعل على القناة ما بقاش زي الاول. فيا ترى هل ده تقصير مني، ولا انا مش عاجبكم الفيديوز، ولا ايه؟ لو في اي اقتراحات ياريت تكتبولي تحت، انا بحب يعني بستقبل النقد وبستقبل الاقتراحات، وخلينا نكبر القناة سوا. احنا العيلة الصغيرة، وانا بحبكم وانتوا عارفين كده قوي. واللي يحب برضو يتواصل معايا، يحجز جلسة او استشارات، بيكلمني على الخاص الفيسبوك او انستجرام. كلمينا بقى كده شوية عن الحياة العاطفية او الجنسية اللي كان الهارب عايش فيها الاول. خلينا كده نبدأ قبل حتى ما يعرف توأمه. الهارب معروف ان هو متعدد علاقات، وهو يعني بيبقى حابب ده جدا، وبيحب جدا جدا يتنقل بين العلاقات، وان هو فكرة ان انا مرغوب او مرغوبة، وناس كتير قوي عايزيني، وناس كتير قوي بتطمح بس كده تخش معايا في علاقة. وانا كمان كبني ادم كهارب، انا بحب ايه عن زي ما بيقولوا كده، من كل فيلم اغنية، بحب كده وردة من كل بستان. يعني ما شاء الله كده القلب عامر كده بالايه، بالحاجات. فهو كان بيحب ده، او هي كانت بتحب ان هي تبقى متعددة العلاقات، او تعرف او يعرف يعرف بنات كتير. طب المعرفة دي بقى لحد فين؟ هو وظروفه بس. كان ممكن طبعا ان هو الموضوع يبقى يعني واصل لعلاقة، علاقة جسدية مع طرف، ايا كان بقى نوع العلاقة دي، بس هو كان متعدد العلاقات. طب هل كان بيحب الاشخاص اللي كان يعني بيعمل معاهم كده؟ لا، هو مش موضوع حب ابدا، بس هو فكرة ان انا شاطر جدا في الموضوع ده، وده بيزيد غروري وبيزيد الايجو عندي، فانا بحب اعمل كده وعايز اعمل كده، وملهوش علاقة بالحب خالص، بالعكس انا بفضي طاقة. بس سبحان الله، حتى لو كان الهارب كان متعدد العلاقات، فهو لسه على علاقة مع ربنا، ولسه عنده جزء روحاني. بمعنى انتوا عارفين فكرة ان مثلا لو حد عمل حاجة غلط، فربنا ممكن مثلا يعاقبه بحاجة على طول. فزي مثلا اي بقى مشكلة حصلت، اما بقى مشاكل في الشغل، نقص في المال، اصل الحاجات دي بتعمل فقر، يعني سواء يعني توأم شعلة او مش توأم شعلة، الحاجات دي بتعمل فقر، وذنبها كبير قوي على ربنا وفي جميع الاديان على فكرة. الحاجة دي بالذات ما فيهاش خلاف، فاهمين؟ فعلشان يعني ربنا لما بيحب حد بيصحيه عن طريق الحاجات الابتلاءات دي. فاول ما بيكونكت كده ان هو اصلا انا ماشي في سكة غلط، فانا اتعاقبت في شغلانة، عمل حادثة، فقد حد، فاق بشكل معين، فبيبدأ بيقول لا انا مش عايز اعمل الموضوع ده تاني. فبحس والله اعلم شعوري انا الخاص ان ربنا بيبقى حامي الناس دي. انتوا عارفين لو ربنا مش حامي الناس دي، بيسيبها تعيش حياتها وبتسيبها في الضلال، وبالعكس بتجاهر قوي، وانا شاطر جدا، ده انت ما شفتنيش امبارح في القعدة، ده انا كنت عامل عمايل ومسوي الهوايل، وده انا فريد شوقي في زماني، يعني فاهمين؟ ففكرة ان هو ايه، بجح، انا اسفة يعني، ومجاهر بالذنب. على فكرة دي يعني اوحش من الذنب نفسه،
فكرة ان انا فرحان بالموضوع ده وبقوله ومشهور بيه. طب يا ربنا يعني ابتلاك بمشكلة ما، استر نفسك يعني، ربنا سترك اصلا، محدش يعرف يعني. رب يعني انت لما عملت المشكلة الفلانية ربنا سترك، طب انا اروح افضح نفسي؟ فالمهم بقى، فمن يعني اوعى تزعل ان ربنا بيفوقك حتى لو عن طريق الابتلاءات، بس فكرة ان هو بيسدد طريقك وبيوجهك صح، دي نعمة لازم تحمد ربنا عليها. فده اللي حصل مع الهارب، ان ربنا بيبقى حميهم والله اعلم، لحد مثلا ما يتجوز او يعني ربنا ايه يوفقه كده في جواز او حاجة، فهو بالنسبة له لو انا خلاص استقريت، انا مش هغلط تاني، انا مش هعمل حاجة تاني. توأمه بيظهر في حياته، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل طبعا انكار رهيب، ولا طبعا انا ما بحبش، ولا طبعا انا ما بعملش. بس الحاجة الوحيدة اللي هو ما بيعرفش ينكرها الطاقة الجسدية العالية جدا الغير مبررة لتوأمه. هو ممكن يبقى رافض الحب ده، وممكن يهرب، وممكن يحط الوش الخشب، وممكن يتجاهل، وممكن يقول كلام صعب جدا لتوأمه، بس الحاجة الوحيدة اللي ما بيقدرش ينكرها الطاقة الجسدية. والفكرة عند الهارب هو ده يعني بلور كده الجزء الاشتياق او الانجذاب لتوأمه عن طريق مادي اللي هو الجسد، فهو على طول بيبعت لتوأمه طاقة جسدية. فالمطارد بقى بيستقبل، يعني هو المطارد في هو بيستقبل طاقة الهارب على طول، خلاص في تبادل طاقي رايح جاي، فهو عمال بقى يشوف بقى مشاكل الهارب ايه وعمال ايه يستقبلها، فهي بتوصل للمطارد ان هو ده انا كمان عايز، ده انا كمان مشتاقة، ده انا كمان عندي احلام، ده انا كمان عايزة كذا. فالحقيقة هي دي بتبقى طاقة الهارب، بس انت بتستقبله بدليل ايه؟ لو الهارب قالك تعالى نعمل كذا انت بترفض، ليه؟ اولا حرام، ثانيا مش اخلاقك او مش ستايلك، ومش هو ده اللي انت عايزه اصلا من العلاقة. يعني انا مش يعني مش هدفي ابدا ان انا اخش معاك في علاقة علشان جسد وتنزل تمشي، يعني مش هو ده الهدف. انا هدفي حب، انا هدفي تواصل، انا هدفي اهتمام، انا هدفي حنية، انا عايزة معاك علاقة حقيقية فيها كل حاجة، فيها توازن من كل حاجة. فما تخليش منظورك مكسور على العلاقة الجسدية. بس هو في الوقت دوت الهارب مش قادر يترجم مشاعره غير كده. طب هل الهارب كل اللي بيفكر فيه جسد فقط؟ لا طبعا. بس هو مع توأمه، هو مش فاهم في ايه طبعا محدش فاهم في ايه، بس هو كل اللي فاهمه ان هو عنده طاقة عالية جدا 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 غير مبررة وما بتزولش، وبيبقى على باله طول الوقت هو مش فاهم في ايه. قبل ما نكمل احب افكركم بس ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا اللايكس، واللي يحب يتواصل معايا في الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك او الانستجرام اكاونت، حاطه لينكس في صندوق الوصف تحت. فالتحذير ده بقى ليك يا مطارد، يعني الهدف من الفيديو ده كله ان انت تبقى واعي هو بيفكر ازاي وانت بتستقبل ازاي. بمعنى الهارب بشكل يعني غير واعي عمال يفكر فيك جسديا بشكل عالي جدا جدا جدا، بيخاف ان انت ترتبط، بيخاف ان انت يفقدك، بيخاف ان انت تروح لحد تاني، بيخاف. وعلى فكرة كان مرة حد سألني هل وجود الطرف تالت، لو انا اتعرفت على حد، انا كمطارد اتعرفت على حد، هل الهارب بيحس؟ بيحس على فكرة، بيبقى بيحس ان في طاقة دخيلة كده على طاقتكو فبتوصل له. وانت برضو يا مطارد لو الهارب مع طرف تالت برضو بتبقى حاسس بطاقته، بيبقى حاسس كده ان في تشويش على الطاقة اللي بينكم. فالمعلومة ايه؟
ان من كتر تفكير الهارب فيك وبشكل غير منقطع متواصل 24/7، يعني بشكل متواصل جدا، وانت يا مطارد يعني انت واصل لك تبادل الطاقة، فانت واصل لك الاحساس القوي قوي ده، فتحس ان انت اللي بتبقى عايز تبعت له، وانت اللي بتبقى عايز تطلب منه علاقة، او انت تبقى عايز تطمن عليه. فهو ده الكمين اللي احنا بنقع فيه كمطاردين. بمعنى ان هو بيفكر وانت اللي بتنفذ. ايه ده، هو للدرجة دي مسيطر عليا؟ ما هو الفكرة انت متبقاش عارف هو ده تفكيرك ولا تفكيره، هي دي طاقتك ولا طاقته. يعني ما انا يعني اي بني ادم طبيعي اكيد عنده احتياج جسدي، فانت متبقاش قادر تركز هو ده اللي انت دي طاقتك ولا طاقته. او مثلا من كتر هو ما بتفكر فيك وانت مشغول في حياتك اوريدي، بس بتوصل له طاقتك، فتحس انك عايز تطمن عليه، فتبعت له مسج وهو برضو مش هيرد. يعني جبروت كله هو برضو مش هيرد، بس هو اطمن ان انت ستيل معايا، ستيل بتفكر فيه، ستيل على تواصل، ستيل بتبعت له، انت مش ناسيه، هو لسه ضمنك. فالهارب طول ما هو حاسس ان هو ضمنك مبلط في الخط، خلاص انا كده في الوضع الزن مود كده، انا في وضع اللي كده ده ومش هعمل حاجة، وخلي الامر الواقع زي ما هو، انا مش قادر اقوم اغير الواقع، خلي الوضع زي ما هو، انا كده كده بنكر الحب وبنكر العلاقة، انا بس مش فاهم اشمعنى انتي، هو اشمعنى انت، اشمعنى انا عايزاك انت، انا طول عمري متعدد، اشمعنى المرة دي؟ فاهمني؟ فانت يا مطارد خلي بالك، وخليك مركز قوي في طاقتك وطاقة الهارب، وحاول على طول تبقى قافل طاقتك. لما يجي في دماغك شتت نفسك، ابعد تفكيرك ومشتغل اكتر، اسحل نفسك اكتر، العب رياضة اكتر، صوم، و يعني هتقلل قوي طاقة الهرب انها توصل لك. يعني اكيد مش هتعرف تمنحها بنسبة 100%، بس هتقل قوي، هتبقى مسيطر اكتر. بحبكم قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.